خيره غورغيس. اعتقد يعني من اللاعبين اللي مروا على كره القدم العراقيه اداري ناجح، لكنه نهايه ماكو شخص يبقى مخلد بمكان معين. صار هو افضل صارت اكو شوشره بفتره خروج باسل، ما كنا تتمنى انه توصل شد وانتهى العقد. شكرا. تعتقد بانه افضل اداري مر على المنتخب؟ فعلا، لانه ما كانت عندنا فكره اداريين. يعني قبل باسل انا كنت اقوم بالعمل تسجيل اللاعبين وحضور المؤتمرات وهذه، وبعدين اجى باسل اكتسب خبره وكان من الناس المميزين. شكرا جزيلا لك كابتن. شكرا لك، شرفتنا ونورتنا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الاكارم. نلتقي يوم الاربعاء.